بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم على صحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، نكمل شرح منظومة منجية العبيد في علم التوحيد للإمام السيد محمد عثمان المرغني الختم، المجلس الثالث. وقفنا عند قوله: ومن حكم بالعلة أو بالطبع أو بالقوى لكفره مستدعي. يعني من قال أن العلاقة بين السبب والنتيجة علة ومعلول، أو العلاقة بين الخلق والخالق علة ومعلول. يعني علة ومعلول؟ يعني لا ينفكان، وجود أحدهما يستدعي وجود الآخر مباشرة. فهذا طبعا خطأ. ليه؟ لأن الله كان موجودا قبل خلق الخلق. لو قلنا أن العلاقة بين الخلق والخالق علة ومعلول، معناه قدم الخلق، لأن إيه؟ لأن دي علة لوجود ده، وده علة لوجود ده، فصاروا الاثنين وجودهم لازم يبقى ايه؟ متوازي مع بعض. فاللي يقول بالعلة او يقول ان النتيجة بينها وبين السبب علة ومعلول، اذا وجد السبب وجد النتيجة، وكأن السبب فاعل والفاعل هو الله. زي اللي يقولك انا اللي يخففني الدواء، لا يا سيدي، اللي بيخفف ربنا، والدواء ده سبب، قد يأتي معه الشفاء وقد لا يأتي معه الشفاء. فهم؟ يبقى العلاقة بين السبب والنتيجة ليست علاقة إلا ومعلول، لأن السبب ليس فاعلا، الفاعل هو الله في السبب. وكذلك العلاقة بين الخلق والخالق ليست علاقة إلا ومعلول، وإلا لقلنا بقدم العوالم، وإحنا عارفين إن الله كان ولم يكن شيئا معه. أو بالطبع، يعني إيه بالطبع؟ أو يقول إن الطبيعة فاعلة، زي ما كنا زمان كده في عالم الحيوان نسمعه واحنا صغيرين، يقول لك وزودته الطبيعة مثلا ايه بخياشيم ليتنفس في الماء، وزودته الطبيعة بأجنحة ليطير في الهواء، وكأن الطبيعة هي التي خلقت. ليقول ان الطبيعة هي التي خلقت نفسها بنفسها، ده برضو كفر. والطبيعة لا تعرف التنويع، لأن التنويع دليل الاختيار. إذا كانت الخامات واحدة والمنتج متنوع، يبقى فيه مبدع. لكن الطبيعة ما تعرفش من خامات واحدة تعمل لك حاجات مختلفة، منها المطبعة. المطبعة تعمل لك أكل شيء يطلع كله زي بعضه. فالطبيعة لا تعرف التنوع. شوف ربك يقول إيه: وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من نخيل وأعناب تسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض إيه؟ في الأكل. بيعلمك كل مية وتراب ونبات كله كده، لكن تلاقي أنواع شتى. فدل على إيه؟ إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، يعرفوا إن من وراء هذا التنوع منوع ومدبر وفاعل مختار. فلو الطبيعة فاعلة، فالطبيعة لا تعرف أصلا التنويع. واضح؟ لأن ليست الطبيعة مدبرة وليست مدبرة. فهمت بقى؟ عشان كده قالك من حكم بالعلة أو بالطبع أو بالقوة، اللي يقولك إن الأشياء فيها قوة كامنة فيها تفعل بذاتها. يبقى مفيش لا حول ولا قوة إلا بالله. يبقى القوة بما كمن في الأشياء، لكن إحنا عندنا لا حول ولا قوة إلا بالله، دي إيه؟ كنز من كنوز الجنة. فليس قوة في الأكوان إلا بالله ومن الله، فليست الأشياء فيها قوة كامنة فاعلة فيها خرجت عن إرادة الإله، لا. فالنار لا تحرق إلا بإذن الله، ليست بذاته. ولذلك لما قال لها كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فضلت نار وما حرقتش. فهمت بقى؟ والماء لا يغرق بذاته. لما قال له اقف هنا يا مية، والماء من طبيعتها الاستطراق، وقف لحد ما عبر سيدنا موسى وإيه وبني إسرائيل. ولما جاء فرعون قال للمية ارجع تاني، فالمية ما غرقتش موسى وغرقت فرعون.
يبقى لا تغرق بذاتها، ده بتغرق بخلق الإغراق فيها. يبقى لا يوجد فعل يفعل بقوة كامنة فيه، ليس شيء في الأكوان يفعل بقوة كامنة فيه، لكن العلاقة بين الشيء وبين أثره علاقة إيه؟ ارتباط عادي، وليس ارتباط علة ومعلول ولا ارتباط قوة كامنة. ربنا ربط بين النتائج وبين الأسباب إيه؟ ربط عادي، وليس علة ومعلول ولا قوة كامنة. يعني عادة النار إذا التصقت بشيء أحرقته، دي عادة كده، فده ارتباط عادي وليس ارتباط علة ومعلول ولا قوة كمان. فهمت؟ جعله الله ارتباط عادي عشان لما تيجي المعجزة تخرق العوائد. فهمت؟ يبقى المعجزة تيجي ايه؟ تخرق الربط العادي بين السبب ونتيجته. واضح؟ لأن النتيجة بيد الله، السبب ليس فاعل، والعلاقة بين السبب وإيه والأثر علاقة عادية، ارتباط عادي وليس ارتباط علة ومعلول ولا ارتباط أن هناك قوة كمنة في السبب. فهمت بقى؟ وعلشان كده اللي يقول بأي حاجة من دي لكفره مستدع. اللي يقول بالعلة يبقى جعل العوالم قديمة مع الله، فما جعلش الله هو أول شيء، ثم جعل الأسباب فاعلة. فهمت إزاي؟ فاعلة في النتائج. واللي يقول بالطبع اللي هو الطبيعة فاعلة برضو إيه؟ يؤدي إلى الكفر، لأن الطبيعة مفعول فيها وليست فاعل. وكذلك القوة الكامنة، كل ده كفر مستدعي. إيه سبب الكفر هنا؟ إن جعل فاعل مع الله وخالق مع الله ومؤثر مع الله، ومعلوم أن كل هذه الأمور بيد الله. واضح؟ لأنه يميل للتسلسل والدور وهو خاسر مزلزل. يعني يقول العلة والمعلول يميل للتسلسل. يعني إيه؟ يعني الخلق موجودين مع الخالق. طب إيه؟ طب والخالق موجود مع مين قبله؟ قبله حاجة تانية. طب وقبل اللي قبله وقبل اللي قبله؟ فهذا يؤدي إلى التسلسل، والتسلسل هذا محال عقلي، لأن العقل لابد أن يعلم أن هناك نقطة بداية، لابد أن يكون هناك نقطة بداية، ونقطة البداية هو فاعل الأكوان، فلا شيء قبله. والدور، الدور اللي هو إيه؟ إن تبقى علاقة دائرة، دائرة كده، علة ومعلول، ده موجود يبقى لابد ده يبقى موجود، فده معتمد على ده وده معتمد على ده، وجوده معتمد على ده وده موجود على ده، يؤدي إلى الدور. والدور والتسلسل إيه؟ مزلزل، خاسر مزلزل، يعني مزلزل العقيدة، يعني مهزوز العقيدة. والمستحيل ضد ما تقدم في حق مولانا اعتقد والزم. بعد ما قالك العشرين صفة الواجبة في حق لا عقلا، اللي هي أول واحدة نفسية اللي هي الوجود، وبعدين بعد كده صفات سلبية تسلب نقصا اللي هي القدم والبقاء، وإيه القدم والبقاء والقيومية، ما احنا قلنا ثلاثة قاف الأول، خلص القافات الأول، القدم والبقاء والقيومية، وبعدين مخالفة الحوادث والوحدانية، ادي خمسة. وبعدين قلنا ان في صفة، سبع صفات معاني تؤدي الى سبع صفات معنوية، وهي الحياة والعلم والإرادة والقدرة والكلام والسمع والبصر، مش كده برضو؟ الحياة يبقى ايه؟ تتولد منها صفة حي، والعلم يبقى عالم علام عليم، القدرة يبقى قادر وقدير، وبعدين الإرادة يبقى مريد، مش كده برضو؟ والسمع يبقى سميع، والبصر يبقى بصير، والكلام يبقى متكلم. يبقى كده عندنا كام؟ عشرين صفة. المستحيل بقى ضد الصفات دي، يستحيل ايه؟ ألا يكون موجودا سبحانه وتعالى. العقل لا يقبل ان اللي اوجد الوجود يبقى غائب، يعني الوجود وجد بغائب، مستحيل، لابد ان يكون موجودا، لان الوجود يستدعي موجودا. فهم؟ وكذلك كل صفة، يستحيل ان يكون عاجز،
تقابل القدرة، يستحيل أن يكون مقهور تقابل الإرادة، أو منقاد تقابل الإرادة، وهكذا. يبقى العشرين صفة اللي قلناهم دول تعكسهم تطلع عشرين صفة مستحيلة في حق الله. قلنا الوحدانية يستحيل أن يكون له شريك، مش كده برضو؟ مخالفة الحوادث يستحيل أن يكون له شبيه، وهكذا. تمسك كل صفة تعكسها يطلع المستحيل، تثبتها تطلع الواجب عقلي. كويس، يبقى كده عرفنا 40 صفة. والمستحيل ضد ما تقدم في حق مولانا اعتقد والزم، فلا بد أن تعتقد في حق الله هذا وتلزم ذلك. فعدم ثم الحدوث والفناء مماثلات الخلق، نزه ربنا. يعني العدم دي صفة للايه؟ للممكن. الممكن يبقى ممكن يبقى معدوم، وممكن يبقى موجود، زي كل ما سوى الله ايه؟ ممكن، ممكن وجوده ممكن عدمه. فعدم ثم الحدوث، ثم لما طرأ على الكون، يعني هل أتى على الإنسان حين من الدار لم يكن شيئا مذكورا، لكن بعد كده بقى شيء مذكور، يبقى أنت كنت عدم فصرت شيئا مذكورا. فليطرأ عليه الوجود بعد العدم يبقى محدث، يبقى مخلوق. فأنت بقى إزاي؟ عشان كده قال فعدم ثم الحدوث والفناء، ثم يموت بعد ذلك ويفنى، كل من علي فان. وكذلك التماثل والتشابه في الصورة وفي الخلقة والجوارح والأبعاد والأجزاء والحلول والانتقال والتغير، كل دي صفات ايه؟ الحوادث. فكل دول فعدم ثم الحدوث والفناء مماثلات الخلق، نزه ربنا عن ذلك كله، وعن الاحتياج والتعدد. لما نقول قيوم يعني قائم بذاته، يبقى ما يحتاجش غيره، عشان كده تنزهه عن الاحتياج للغير، لانه قيوم قائم بذاته وقائم بغيره. والتعدد اللي هي ايه؟ مخالفة الوحدانية، عكس الوحدانية، يستحيل ان يكون، لو كان فيهما آلهة الا الله ايه؟ لفسدت. اعلم يعني اعلم ذلك جيدا. والعجز ضد القدرة، فيستحيل ان الكون الذي فيه هذه القدرة العجيبة، يبقى الذي فعله ليس بقدير، فيستحيل ان يكون عاجزا. والإكراه، ليه؟ لانه فاعل مختار له إرادة فلا يكرهه احد. والجهل ضد العلم، يستحيل وهو علام الغيوب، ألا يعلم من خلق؟ افهم. والموت عكس الايه؟ الحياة. والموت ثم بكم عكس الكلام، ثم عمى عكس ايه؟ البصر. وصمم عكس السمع، ضد معنوي الزمن. يبقى كل دي جابلك الصفات المستحيلة كلها. ثم يأتي بعد ذلك الجائز اللي هو الممكن في حق الله، والجائز المعلوم في حق العظيم، إسعاد عاصي وإشقاء مستقيم. يعني ربنا يجوز أنه هو يثيب ويعفو عن العاصي ويعاقب المستقيم، مش ده جائز عقلا؟ لأنه لا يسأل عما يفعل. ما انت كم من إنسان مستقيم وقلبه عاصي، وكم من إنسان ظاهره عاصي وقلبه ندمان، فهم؟ فانت تشوف بقى واحد عاصي شايف المعصية، تيجي يوم القيامة تلاقي ربنا غفر له، لا يسأل عما يفعل، هو مطلع. وتلاقي واحد تاني صالح ربنا بيدخله النار، ده كان صالح، ده كان قارئ للقرآن يا رب، ده كان جواد وكان شجاع في القتال، فعل ذلك ليقال عليه جواد او عالم او شجاع فيغزى في النار. وبالتالي يجوز في حق الله ان يفعل ما يشاء، يجوز في حقه أن يخلق ما يشاء ويختار، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، لا يسأل عما يفعل، فعال لما يريد. كل دي الممكن في حق الإله العقل. فهمت بقى؟ ورؤية المولى مناما جائزة، يعني ممكن ترى الله في المنام، وحدثت كثيرا. الرسول يقول في حديث الترمذي صلى الله عليه وسلم رأيت ربي في المنام في أحسن صورة، فسألني فيما يختصم الملأ الأعلى، قلت الله أعلم، فوضع يده بين كتفي حتى تجلى بردها في نحري فتجلى لي كل شيء وعرفت. عشان كده ربنا بيقول إيه؟ وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما.
يبقى ايه؟ رؤيا الله في المنام والنبي رأيه، وكثير من الصالحين رأوا الله في المنام يكلمهم. ورؤية المولى مناما جائزة في الدنيا، أبقى في الأخرى بقى في الآخرة عيانا واردة، ترون ربكم يوم القيامة كما ترون الشمس ليس معها سحاب، وترون القمر بدر ليس معه سحاب، هل تضارون أو تضمون في رؤيتهما كذلك ترون ربكم. والتشبيه في إيه؟ في الوضوح، لا في الجهة ولا في الإحاطة. وربنا يقول وجوه يومئذ ناظرة، ناظرة إلى ربها إيه؟ ناظرة. يبقى رؤية الله في الآخرة واردة، أنكرها من المعتزلة وأثبتها أهل السنة، واللي أنكروا المعتزلة لم يثبتوا أهل السنة، لأن المعتزلة أنكروا الرؤية أن تكون من جهة ومع إدراك وإحاطة، وأهل السنة قالوا لا، ده في رؤية بغير جهة وبغير إدراك وإحاطة. فما أثبتوا أهل السنة غير ما إيه؟ ما أنكره المعتزلة. وعشان كده يقولوا الأمر في الآخر إلى أنه خلاف إيه؟ لفظي وليس خلاف حقيقي. فهم؟ ورؤية المولى مناما جائزة في الدنيا، في الأخرى عيانا واردة. كويس؟ واردة في الأحاديث الصحيحة للنبي صلى الله عليه وسلم قال كده، يعني حتى قبل ما يدخل الجنة أهل الموقف من المؤمنين يرون ربهم قبل ما يدخلوا الجنة، وبعدين لما يدخلوا الجنة يروا ربهم كل جمعة. طب في زمن في الجنة يعني أيام؟ ما فيهاش أيام، الجنة كلها يوم واحد أبدي وزمن واحد لا يزول. وما ليه الجمعة؟ يعني على تقدير إيه؟ 7 أيام في الدنيا كده، على تقدير الزمن ده يجتمع أهل الجنة إيه؟ في سوق الجنة، ويتجلى الله عليهم بإيه؟ بالرؤية. يده في الجنة، يبقى نراه يوم القيامة قبل دخول الجنة، ونراه في الجنة رؤى متعددة. كويس؟ عرفنا ده كله منين؟ من السنة النبوية الشريف. وواجب أن يعتقد في الروح. خلصنا كده الألوهيات، يبقى خلصنا. ما احنا قلنا علم التوحيد في عند المسلمين إيه؟ 3 أقسام، قسم متعلق بالألوهيات، وقسم متعلق بالنبوات، وقسم متعلق بالسمعيات. إنما علم التوحيد عند ابن تيمية قسمه، ما اتكلمش عن النبوات خالص خالص، عشان كده ما عرفوش النبي، ما اتكلموش عن النبوات خالص ابن تيمية ولا الوهابية. كل الحكاية ما يكتب كتاب في التوحيد يكتب لك إيه؟ توحيد ربوبية وتوحيد ذات وصفات وأفعال، مش كده برضو؟ توحيد ربوبية وتوحيد ألوهية وتوحيد إيه؟ أسماء وصفات. خلوا التوحيد تسليس زي النصارى كده، وقالوا ان اللي ينجي توحيد الألوهية مع الربوبية، لكن توحيد الربوبية بدون ألوهية غير ناجي، عشان يجدوا لنفسهم مخرج يكفروا المسلمين. شفت بقى؟ ولم يقسم التوحيد الى 3 أقسام هذه الا ابن تيمية في القرن 8 الهجري. تيمية في 8 الهجري، تكة شوية عليها، يعني كأن كل أمة النبي 800 سنة اللي قبل كده بما في عدد الصحابة ما كانوش موحدين، بقى مش عارفين توحيد، مستنيين ابن تيمية يجي يفهمهم. والعجيب أن تتبنى أفكار ابن تيمية طوائف جهلة ما زالت تعتلي منابرنا إلى يومنا هذا، فتجنبوهم هؤلاء إيه؟ المجرمين. لو كان الألوهية هي اللي تنجي كان المفروض تبقى نصحح القرآن ونعمل طبعة منقحة. القرآن بيقول إيه؟ قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيء، ألوهيه، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. كان حقه يقول آلهة من دون الله؟ مش أنت بتقول إن الألوهية هي اللي بتنجي والربوبية ما بتنجيش؟ كان المفروض بقى نصحح القرآن، وحاشا القرآن يعني يصحح عشان نوجه كلام ابن تيمية صح. فكلام ابن تيمية يخالف صريح القرآن، تقدم بقى ابن تيمية على مخالفة صريح القرآن، ولا تعمل ايه؟ ولا تطبع لك طبعة وهابية للقرآن يا وهاب يا مجرم؟ ما قال ولا نتخذ بعضنا بعضا ايه؟ أربابا من دون، ما قالش آلهة. ولو الألوهية هي اللي هتنجي كان يقول آلهة. صح صح ولا لا؟ ولا انا مش عارف انا بيعملوا ليه كده. يبقى اللي وحد الربوبية وحد الألوهية، اللي وحد الربوبية هو وحد الألوهية. وانت بتدخل في الإسلام أشهد أن لا إله إلا الله،
لا إله إلا التي تقتدي، توحيد الربوبية والألوهية والذات والصفات في كلمة واحدة مش مقسمة. يعني ما يجيلكش واحد مسلم يقول أشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله، تقول له إيه أنت تقصد توحيد ربوبية ولا ألوهية ولا الاثنين معك؟ مسلم البسيط اللي ما راحش أي حد يقول لك يعني إيه ده، أنا مسلم وخلاص يا أخي ابعد عني. شفت بقى، يعني حيروا المسلم في إسلامه وما هدوهوش في إسلامه، شككوه في إسلامه. شفت بقى الغباوة. عشان كده ابعد عن هؤلاء الأغبياء. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل في الإسلام بالشهادتين. ليه؟ لأن الشهادتين تقتضي توحيد الله واعتراف بنبوة الإيه؟ الأنبياء. هو ده الإسلام، إنك تؤمن بالله ربا وبالنبي صلى الله عليه وسلم رسولا وبالإسلام دينا. آدي هو ده الإسلام. لا، هم عايزين يفتتوا الإسلام عشان يخلونا نكفر بعضنا البعض ونقتل بعضنا البعض، ونبني عليه بعد كده ان المسلم يقتل اخوه المسلم على انه كافر، ويدخلوا على المساجد والناس بتصلي يرشوهم بالايه بالمدافع ويقتلوهم. شفت بقى التفكير الغبي ادى الى ايه؟ الى استحلال دماء المسلمين. يبقى احنا عندنا الوهيات عرفناها. الالوهيات عباره عن انك تعرف الاحكام العقليه الاول، الواجب العقلي والمستحيل العقلي والممكن، ثم تعرف ايه هو الواجب في حق الاله 20 صفه، والمستحيل في الحق الإله 20 صفة عكسهم، يبقى كده 40، وحاجة ممكنة إنه يفعل ما يشاء لا يسأل عما يفعل. فهمت بقى إزاي؟ أدي كل الحكاية. يحيي ويميت، يرفع ويخفض، يعز ويذل، يعطي ويمنع، مش كده برضو؟ يقبض ويبسط، يفعل ما يشاء. أدي إيه؟ أدي الممكن في حقه. خلصنا كده 41 صفة، واخد بالك؟ 20 واجبة، 20 مستحيلة عكسهم، واحدة ممكنة، ادي 21 سنة. عايزين بعد كده نعرف الواجب العقلي في حق الرسل. الواجب العقلي في حق الرسل 4 صفات بس: الصدق والأمانة والتبليغ والفطانة. أي رسول ربنا يبعته لازم يكون صادق أمين مبلغ فطن، ما يبقاش غبي، يستحيل عليه الغباء، لأنه هيجادل الكفار، والجدال ده وإقامة الحجة عايزة ذكاء، فلابد يبقى ذكي عشان يعرف يقيم الحجة، ما ينفعش يبقى بليد. وبعدين أمين، وإلا يبقى خائن، يستحيل أن يكون ربنا يبعث الرسول خائن، ويستحيل أن يكون كاذب، لابد أن يكون صادق. فهمت إزاي؟ ولابد أن يكون مبلغا عن الله، فلا يكتم ما أمر أن يبلغه. يبقى الصدق والأمانة والتبليغ والفطانة 4 واجبة عقلا في حق كل رسول. يستحيل ضدهم الكذب والخيانة والكتمان والغباوة أو البلاد. يبقى دي كده كام؟ 8 صفات، 4 واجبة و4 مستحيل، يتبقى واحدة ممكنة. ويمكن في حقهم كل عرض كخفيف المرض، يجوع ويأكل ويشبع ويعطش ويرتوي ويتزوج وينجب ويمرض ويتألم ويفرح ويضحك ويبكي ويموت. كل ده جائز في حقهم، أعراض البشرية دي كلها حق في حقهم جائزة. يبقى عندنا يجوز في حقهم كل عرض كخفيف المرض. فهمت بقى؟ يبقى عندنا 4 واجبة و4 مستحيلة 8، وواحدة ممكنة أدي 9، 9 مع 41 يبقى 50 صفر، عشان تعرفهم في الألوهيات وفي النبوات. سهلة؟ بعد كده يجي لنا قسم السمعيات بقى. السمعيات اللي هي إيه؟ الحاجات اللي أنت ما تشوفهاش ولا تحسها ولا تمسها ولا تجسها بإيدك، يعني خارج الحس اللي هو غير مرئية، دي اسمها سمعيات: عذاب القبر، الصراط، والميزان، والجنة، والنار، والملائكة، والجن. كل الحاجات دي اسمها سمعيات. أخبرنا بيها الأنبياء، احنا ما شفناهاش، نصدق فيها بقى. طالما الأنبياء أخبرونا بيها نصدق بيها. ما يجيلكش واحد مثقف، مثقف لازم تطلع نص لسانك، مثقف ينكر لك عذاب القبر. طب وانت مت قبل كده وجيت وقلت لنا انا والله دخلت ما لقيتش عذاب القبر؟ حاجه غريبه، ما حدش فينا مات. فاللي بيخبر هو بيخبر عن الله، فاللي هو مطلع على كل العوالم، وبالتالي ما فيش داعي انك انت تنكر السمعيات، لان عقلك غير مستوعبها ايها المثقف، طالما ثبتت عن الحبيب صلى الله عليه وسلم.
واحنا عارفين انه الحبيب اللي هو النبي متصف بالصدق ومتصف بالبلاغ، فهو طالما صادق وبلغ ليه انت تقول لا ما فيش؟ وهو صادق وبلغ، يبقى انت بتنقض واشهد ان محمد رسول الله. اذا انكرت السمعيات نقضت قولك اشهد ان محمد رسول الله. فهمت بقى؟ فهنا بيقول لك ايه، وواجب ان يعتقد في الرسل أمانة صدق وتبليغ جلي، ويستحيل اعتقاد فيهم خيانة كذب وكتم إحصهم. ما قالش الفطانة هنا، اختصر يعني، لأنه الصادق والمبلغ والأمين لابد أن يكون فطنا، فاعتبر أنها في الضمن الكلام. فهمت بقى؟ وواجب أن يعتقد في الرسل أمانة صدق وتبليغ جلي، والتلاتة دول الأمانة والصدق والبلاغ يقتضي منهم الصفة الرابعة اللي هي إيه؟ الفطانة. ويستحيل اعتقاد فيهم خيانة كذب وكتم إحصهم، يعني احفظهم. وجائز في حقهم كالأكل والشرب والجماع موت أملي، يعني املي الحاجات دي للناس تحفظها. ويجب الايمان، دخلنا في السمعيات، خلصنا النبوات وخلصنا الالوهيات، فهمت؟ دخلنا في السمعيات. ويجب الايمان بالجنان، الجنان اللي هي جمع جنة مش كده برضو، والمصريين يقولوا ايه، جنينة، جنينة، يلا نروح نتفسح في الجنينة اللي هي الجنينة، يعني تصغير جنة، فهمت؟ يبقى الجنان جمع، لأنها جنات تجري من تحتها الأنهار. أنت شفت الجنة ما شفتهاش؟ طب تقول عشان أنا ما شفتهاش تبقى مش موجودة؟ هو أنت كل حاجة مش شايفها تبقى مش موجودة؟ إيه الغباوة دي؟ إيه الغباوة دي؟ ده أنت مش شايف الجاذبية الأرضية، أنت شايف في حبل كده بيشدك وأنت نازل عشان تقع على الأرض؟ طب تقدر تقول ما فيش جاذبية لأن أنا مش شايف؟ إذا كنت في حاجات كتيرة موجودة وانت مش شايفها وازاي تنكرها؟ انت روحك شايفها، انت اللي شايفه صورتك لكن مش روحك. الروح ما بتتغيرش على فكرة، ولا بتكبر ولا بتصغر، تفضل على طول كده. لكن تبص في صورتك في المراية، جسدك هو اللي بيشيب ويصغر ويتغير ويمرض ويبقى يبقى عنده شحوب وعنده احمرار وعنده حيوية وعنده كآبة وعنده ده الشكل، لكن الروح حاجة تانية. فانت نفسك ما شفتش روحك وما تقدرش تنكر وجودها وانت مش شايف. طب طلع السلك اللي بتطلع لنا النور ده، بتشوف النور وهو ماشي في السلك عشان ينور لك البتاع؟ ما بتشوفوش. تنكر تبقى ما فيش كهرباء علشان ما فيش مش شايفها، تبقى غبي. يبقى اللي ينكر الاشياء لانه مش شايفها غبي، لان انت اصلا لا ترى كل شيء. انت لا ترى اصلا من النور الوجود، يعني من الوجود اللي هو الظاهر في الكون ده في الاكوان في الدنيا، الا مساحة بين البنفسجي والاحمر اللي هي نور الطيف. عارف انت لو اعتبرنا ان النور اللي ربنا اظهر بيه الاشياء طوله متر، فهم؟ فانت بتشوف في المتر ده 3 سنتي بس، الثلاثة سنتي محصورين بين البنفسجي والاحمر، لكن في حاجة اسمها تحت الحمراء وفوق البنفسجية، يعني ما زالت أشياء تحت الحمراء وفوق البنفسجية موجودة أنت مش شايفها وهي موجودة. وربنا بيقول فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، مش كده برضو؟ يبقى ليس كل شيء تبصره معناه أنه هو فقط الموجود، بل أشياء كثيرة لا تبصرها وموجودة حتى في الدنيا قبل الآخرة. ربنا خلق روحك لا تبصرها وهي موجودة وما تقدرش تنكر، والجاذبية الأرضية موجودة وما تقدرش تنكر، مش كده؟ والهواء موجود، بتشوفه؟ ما بتشوفوش، ما بتحسش بيه إلا إذا كان فيه بس إيه؟ مروحة كده تزولك. لكن لو غير كده قاعد أنت في وسط الهواء، سابح في وسط الهواء، وإيه؟ لكن الوحيد اللي مسك الهواء بإيديه عبد الحليم حافظ، ودي كرامة له. فيبقى إيه؟ هو يوصل للهوى هنا الحب، يعني ما يوصلش للهوى الهوى بتاعنا، يوصل للهوى يعني هو يعني مسكت الهوى بإيدي، يعني أدركته إدراكا قويا، يعني ده الشاعر يقصد كده، يعني الشاعر
يبقى ايه، في اشياء كثيرة موجودة وانت لا تمسكها ولا تحسها ولا تراها بعينك، وهي موجودة ولا تستطيع انكارها، فما بالك بقى فيما بعد الموت؟ ازاي تنكر ما بعد الموت وانت اصلا عايش في كون لا ترى منه الا جزء بسيط من الموجود، وتسمع جزء بسيط من المسموع، لان في موجات فوق صوتية. يعني ايه؟ يعني في اصوات موجودة وانت ما تسمعهاش. انت بتسمع دقات قلبك وانت قاعد، بتسمع تدفق الدم جوه عروقك وانت قاعد، ما تسمعش. طب هات جهاز دوبلر كده موجات فوق صوتية يسمعك صوت دمك، شلالات جواك يا عم، شلالات بتسمعها كده، لان هي دي صوتها، بس ربنا جعل موجاتها فوق صوتية عشان ما تخيلش سمعك تقوم تعرف تركز وتشتغل، وإلا كنت هتبقى ماشي كأن مكنة بجور زلط ماشي، ما نعرفش نكلم بعض، قلب شغال دب 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 دب، كله بقى أصوات، هنعرف نكلم بعض إزاي ونعرف ننام إزاي ونهدأ. فربنا خلى كل الأصوات اللي جوانا دي كلها لا تدركها الأذن، وهي موجودة، تحط سماعة الطبيب تسمعها، تحط جهاز الموجات فوق الصوتية تسجلها وتسمع صوتها وكأنها موجودة، ولأنها موجودة فعلا يبقى ليس كل ما تسمعه هو كل الأصوات، ده في أصوات كثيرة موجودة وانت ما بتسمعهاش، فهمت ازاي؟ جواك ما بتسمعهاش، فما بالك اللي برك كمان. عشان كده يقولك احنا حطينا جهاز تسجيل في القبر، في القبر، علشان نسمع سؤال الملائكة ونسجل عذاب المعذبين ونعيم المنعمين. يا غبي، مو جهازك ده بيسجل الموجات اللي بتسمعها اذنك اللي هي اصلا عاجزة عن سماع كل شيء، والكاميرا اللي بتصور هتصور برضو موجات على قد نظر عينك، وفي اشياء تانية خارج النظر فلا تستطيع ان تصور، لكن غباوة المثقفين، فهمت؟ يبقى السمعيات هي الاشياء التي لا تدركها بحسك وهي موجودة، واضح؟ ويجب الايمان بالجنان والحوض اللي هو حوض النبي يوم القيامة، والحساب والنيران كذا الثواب والعقاب، والنشر اللي هو ايه، البعث والنشور من القبور، ميزاننا والميزان اللي هتوزن به الاعمال، الصراط اللي هو ايه، اللي هو على جسر جهنم عشان ايه توصل للجنة، والصراط بعد الحشر، والحور والجن، والحور في الجنة، والجن اللي هي العفاريت اللي انت اصلا طول عمرك قلقان منها وهي اضعف منك خلقة، فالمفروض ما تقلقش من اللي اضعف منك خلقة. هو ليه ربنا خلانا ما نشوفهمش وهم يشوفونا؟ عشان احنا اقوى منهم، ولاننا اقوى منهم مش محتاجين نشغل نفسنا بيهم، طول النهار عنين يتعفرطوا هيخيلونا، مش هنعرف نركز في عملنا، ام ربنا خلانا ما نشوفهمش عشان تركز في عملك، هو مش هيضرك لانه ضعيف، لانه كائن لطيف وانت كائن كثيف، والكثيف اقوى من اللطيف، فعمرك ما تخاف من العفريت يا متعفرت. في ناس متعفرطة وخايف من العفريت، النور يضل العفريت هيجي، بطل بقى، ده انت العفريت بيستعيذ منك يقول اعوذ بالله من الانسان، لان الانسان قوي البنية جدا من حيث اصل بنيته، فهمت بقى؟ وبالتالي ربنا من لطفه بينا خلينا ما نشوفهمش ومش هيضرونا، وبالرغم من كده خلق لنا كمان ملائكة احنا مش شايفينهم يحفظون كمان، فتخاف من ايه بقى وانت عندك حفظة وبودي جاردز ملائكة ما لا بتدفع لهم مرتب ولا حاجة، وبتبدلوا عليك ليل نهار 12 بالنهار و12 بالليل طول ما انت عايش، ملائكة حفظة، ولو معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله، كل انسان حتى ولو كافر، حتى ولو كافر لانه عبد لله، كلهم ليهم محفوظين بملائكة، فهمت؟ يبتلي الملائكة والجن والصراط والنيران والثواب والعقاب والميزان وعذاب القبر وسؤال القبر، كل دي ايه، والحوض وحور العين والجنة وما فيها من نعيم وانواع انهار وغلمان وقصور، كل دي سمعيات نؤمن بيها لان النبي اخبرها والنبي صادق، والحور والجن كذا الولدان، والانبياء الاملاك والتبيان، ولازم نؤمن كمان بجميع الانبياء اللي احنا ما شفناهمش، احنا ما شفناش ابونا ادم ولا ابونا نوح ولا ابونا ابراهيم ولا ايه سائر الانبياء، ما شفناهمش، شفنا حبيبنا بس صلى الله عليه وسلم، وفي الكفايه صلى الله عليه وسلم، وهو اخبرنا
قال لنا في نبي اسمه صالح وقال لقومه كذا وكذا، وفي نبي اسمه هود وقال للقوم كذا وكذا، وفي عيسى ابن مريم وقال للقوم كذا وكذا، وقال لنا كل حاجة عنهم، فكأننا شفناهم وعشنا معهم من كتر تصدقنا بالحبيب. فهمت بقى؟ والأملاك اللي هي الملائكة، والتبيان، والتبيان والأنبياء، والأنبياء الأملاك والتبيان، اللي هو إيه؟ اللي هو اللوح المحفوظ الذي فيه بيان كل مرادات الله، والأولياء وكل ما أورده نبي. ولازم نعرف أن في من أهل خصوص، زي ما عرفنا أن في من بني آدم أنبياء، في من بني آدم أولياء، والرأس للأنبياء. فهمت؟ اللي ينكر بقى الولاية يبقى برضو عقيدته مش سليمة. والأولياء وكل ما أورده نبينا من حكمه أوجبه، وكلمة التهليل عمت كل ما ذكرته. يبقى كلمة التهليل هي لا إله إلا الله محمد رسول الله، شملت الكل. لا إله إلا الله فيها الألوهيات، محمد رسول الله فيها النبوات والإخبار بالسمعيات، فيبقى أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول فيها كل التوحيد. عايز تختصر علم التوحيد كله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. عايز تختصر الألوهيات كلها، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. خلصت الألوهيات كلها. فهمت ما؟ وكلمة التهليل عمت كل ما ذكرته فاذكر لها لتغنم، أكثر من ذكر لا إله إلا الله محمد رسول الله، لتغنم بالثواب. هذا ولازم لطريق القوم وحصل التقوى اللي هو التزكية بقى. بعد ما عرفت المعلومات دي لازم تزكي نفسك، تمشي طريق القوم المؤدبين الذين سلكوا إلى الله على منهج النبيين وهم العلماء والأولياء والصالحين. اتبع سبيل من أحسن إليه، واخد بالك؟ اتبع سبيل من أناب إليه. هذا ولازم لطريق القوم وحصل التقوى ودع للنوم اللي الغفلة. مش معناه ايه كل ما يجي لك نوم تشرب قهوة عشان ما تنامش، يقصد النوم هنا ايه؟ الغفلة يعني. وبادر التوبة كن شكارة، واول ما تعصي تبادر بالتوبة على طول، ما تعملش معصية واثنين وثلاثة واربعة وبين على ما تتوب بعد سنة واثنين، لا، يتوبون من قريب. ابوك ادم عصي مرة واحدة في حياته بس كل الشجرة وما عملش معصية تاني وعاش الف سنة. فهمت بقى ازاي؟ يبقى بادر التوبة على طول عشان ما تصيرش المعصية بالتكرار عادة وإدمان يصعب عليك تركها. فهمت؟ وبادر التوبة كن شكارا لنعم الله. وتشكر نعم الله ازاي؟ انك تقنع بيها وتنسبها لله وتطيع بها، وما زاد عنها تتصدق به عشان تبقى شكار. اربع حاجات تعملهم مع النعم: تنسب النعمة من الله، ان هي جات لك من الله، ما تنسبهاش للخلق، هو المنعم سبحانه. وبعد كده تقنع بيها، مش كده بس، لا عايز تاني، بطل لماط، اقنع بيها وقول الحمد لله. وبعدين استثمرها في طاعة مولاك، استعملها بقى في طاعة مولاك، اوعى تستعمل النعمة في معصية. طب ولو فاض من نعم الله عليك من علم او مال او جاه او خير، ساعد بيه الناس. يبقى الشكر عشان تبقى شكور، عبد شكور، تعمل اربع حاجات مع النعمة: تنسبها لله، ولا تنسبها لجهدك وشطارتي وخبرتي وورثها عن اجدادي، كل ده، وتيتو على علم، لا، كله بفضل الله. يبقى لازم تنسبها لله، ثم تقنع بما قسمه الله لك، ثم تطيع الله بما اعطاك من نعم فلا تعصى بنعمه، ثم اذا فاض عنك زائد قل العفو. يسألونك ماذا ينفقون، قل العفو، ما زاد عن ذلك ننفقه. فهمت؟ يبقى كده لو عملت الاربع حاجات دي مع كل نعمه تبقى عبد شكور، وقليل من عبادي الشكور. وبادر التوبة كن شكارا لنعم وللبلاء صبارا. اوعى تبقى جزع في البلاء، اعرف ان البلاء تصبر عليه ازاي، ان تعرف انه جاي من الله، والله ده حبيبك، وحبيبك مش هيديك حاجة تضرك. وعلشان كده المصريين يقول لك ضرب الحبيب زي اكل الزبيب، لانه جاي من الحبيب. وعلشان كده تنزل لحالك في البلاء ايه، ان البلاء جاء من الله، وربنا رحيم ودود ولطيف، فده يعينك. وبعدين تنظر ايه ستر ونعمه عليك قبل البلاء سنين طويلة، ومدى يصبرك، انعم عليك 20 سنة وبعدين امرضك سنة واحدة، مش عايز تصبر سنة واحدة وانعم عليك 20 و30 سنة؟ خليك جدع بقى،
خليك جدع، فهمت بقى؟ كل ده يعينك على انك انت تصبر حال البلاء. وبعدين تنظر لفضل الصابرين كمان، يقوم ايه، تعرف ان بعد الشدة دي ربنا هيوفيك اجرك بغير حساب، تقوم تصبر زي الموظف اللي بيصبر على وظيفته وغلاسة رؤسائه ويصحى بدري ويروح شغله ورؤسائه يعني بيسخفوا عليه. كل ده ليه؟ عشان منتظر ان اخر الشهر هيقبض، فده مصبره. كذلك الانسان في بلاء، ولما يصبر كده ومنتظر ان في اخر البلاء ربنا هيوفيه اجره بغير حساب، ده يعينه على الصبر ولا لا؟ يعينه على الصبر. وكل امر في الورى تراه بقدر الله مع قضاه. اوعى تقول بفعل الساحر وبحسد الحاسد وبمكر الماكر، لا، كله فعل الله في الاكوان. فلا تنسب شيء يضرك ان الناس ضروك، وشيء نفعك ان الناس نفعوك، كله بقضاء الله وقدره. لا ساحر يقدر يضر ولا ينفع، لو كان ينفع كان نفع نفسه، ما شفناش ابأس من السحرة في حياته، فهم؟ ولا الحاسد يقدر يحسد ويضر الا اذا اراد الله، ولا المرض يمرض بذاته الا اذا اراد الله ان يمرضك. فالامر كله بيده سبحانه وتعالى. وعشان كده كل ما تراه في نفسك وفي الاكوان هو فعل الله وقضاؤه، فهمت بقى؟ وحافظ الصلاة في الأوقات وأكثر الذكر في الحضرات. يعني كل ما يبقى عندك إيه فراغ، إيه، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك إيه فارغب. ولازما على النبي الصلاة وحبه وحبه وآله الثقاء. يبقى لازم على الصلاة على النبي وحب الحبيب وحب آله. وحقق الرجاء والخوف معا. الرجاء يمنعك من اليأس من رحمة الله، والخوف يمنعك من الوقوع في معصية الله، فهم؟ وأكثر استغفار حق والدعاء. لأن النبي كان إيه؟ يكثر من الاستغفار وهو معصوم، وهو معصوم. كان سيدنا عبد الله بن مسعود يقول: كنت أعد للنبي رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم في المجلس 100 مرة. فرب النبي ويقول إني صلى الله عليه وسلم إني لا أستغفر في اليوم أكثر من 100 مرة، إنه لا يغان على قلبي لولا أن أستغفر الله في اليوم 100 مرة. فيكون إيه؟ كثير الاستغفار. وادعي ربك. الدعاء يتحقق بالدعاء ما لا يتحقق بالأسباب، فالدعاء سبب كبير قوي لتحقيق المقصود. واترك الغيبة والنميمة. اوعى تذكر أخاك إيه بسوء في غيبته. والنميمة، إياك أن تسعى بنقل أخبار الناس على سبيل الإفساد. والكبر، إياك أن تتكبر وتنظر لنفسك خصوصية وأنت فوق الآخرين، لا، تواضع وانظر لنفسك أقل الناس. والعجب، إياك أن تعجب بنفسك أو بعملك، إياك. وكل ذميمة، يعني من الأخلاق، كحسد كذب مع الرياء، وكل ما يبعد عن العلاء. وحضر الفؤاد في الأعمال، يعني قلبك حاضر وانت بتعبد ربك، بتصلي، بتذكر، بتعمل، بتصوم، خلي قلبك حاضر مع العبادة. وحضر الفؤاد في الأعمال لترتقي مراتب الرجال، وتحظى بالفتح من الرحمن، وتهنى بالأمن من الديان. خير المناهج اتباع المصطفى، لازم عليه صلى معطي الوفا. على النبي صلى الله على النبي وآله والصحب، من هل غيث، يعني هبط غيث أو جرى في الصحب. بيتكلم على السمعيات، إن احنا نؤمن بالأمور الغيبية اللي احنا سمعناها من الأنبياء سواء في السنة أو في القرآن. فبيقول والحور والجن، طبعا ذكر الحور والجن في القرآن، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن على الجن. كذا الولدان اللي هم في الجنة، والأنبياء اللي ذكروا كلهم في القرآن نؤمن بيهم، والأملاك الملائكة، والتبيان اللي هو إيه ما بقي في القرآن بقى من كل ذكر. والتبيان يطلق على القرآن والسنة، يعني هو عايز يختصر في الآخر مخافة يبقى ما ذكرش كل السمعيات، فقال في الآخر والتبيان يعني القرآن. وكده يبقى انتهينا من إيه، من منظومة منجية العبيد في علم التوحيد لسيدي محمد عثمان المرغني الختمي رحمه الله، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وتباع طريقته في الدارين. وجزاكم الله خير.